السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. المهم انا شعري دابا ما مصايبه ما حتى شي حاجه، كيف ما غسلته البارح واليوم قررت انني غندير واحد البروتين في الدار اللي كنت كنديرو شحال ولادي. وصراحه شحال هادي ما بقيت تهليت في راسي، صافي الله يستر تشطمت، تقول ما نعرف شنو كاين في الدنيا. بقيت من هادي لهادي من هادي لهادي ومسيت راسي. قررت اليوم انني نرجع ندير له نفس البروتين واعر وزوين، وغنشارك معكم المقادير ديالو. شي حاجه اللي هي بسيطه ماشي غاليه بزاف، و ما نقولش لكم موجوده في اي دار، ولكن البنات اللي زعما كي تهلاو في راسهم غتكون موجوده عندهم، وكاينين شي حوايج اللي هما موجودين في اي دار. المهم غادي نحتاج فيه غندير زريت الكتان، انا كنت كنديرها شحال هادي، اما كنبوكلي بها شعري اما كندير فيها بروتين. غادي نديرها هي الاولى هنايا باش تغلى مع الماء. هنايا ديك زريت الكتان درتها هنايا في الكاسرونه ديال الماء، غادي نخليها تغلى تطلق هذيك الماده اللي الزيجه اللي كتكون فيها. وغادي نحتاج معاها جوج ديال البيضات، غادي نحتاج معاها جوج بنات يكونوا طايبين مزيان، وغادي نحتاج معاها اي ماسك ديال الشعر. الا ما عندكمش ماسك ديال الشعر تقدروا تعوضوه بالمايونيز. وغادي نحتاج معاها البلسم اللي كندير لشعري، اي بلسم كديروه ما عندكمش خذوه يلا من الحانوت. وغادي نحتاج معاها الزيت البلديه حتى نصف زيت الكتان، ونتلاقاو باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخدموا مع هاد العناصر هادو. خليكم معايا. المهم راه تقدروا ديروا حاجه واحده حاجه واحده، يعني انا وحده بيضه واحده حاجه وحاجه من الحاجه وحده واحده زعما من الحاجه. انا راه كندير جوج حيت معايا الوقت زايد، ولات اي حاجه ديري ليا معاك. صايبت شعري درت مكياج ديري ليا، درت ماسك ديري ليا، درت صباغ التفرين ديري ليا، اي حاجه ولات باغا منها. شوف شوفي كاميرا ديري بونجور يلا عطي عطي لصقه 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 كتفرقش عليا لصقه. اي حاجه تقول لك انا صايبي ليا منها، اللي درتها في شعري واللي درتها في وجهي تقول لك انا صايبي. ايوا اختي، خليت ديك زريت الكتان كتبرد. انا راه صافي اليوم قررت نتهلا براسي، عرفتوا علاش؟ هاد اليومين هادي داك الستريس اللي عشت بسبب الاشكال اللي كان وقع لي سيليا في يديها، شنو نقول لكم، بحال اثر عليا، اثر عليا بواحد الطريقه سلبيه، واحد الطاقه سلبيه. كان هي ما نبخر في الدار، كان هي ما نطلق القران، شنو نقول لكم، كنحس براسي بحال خصني بحال ما عرفتش. كتجي واحد الفتره سيختو عند برج الحوت خاصو يتفورماطا، خاصو يمشي يبدل البلاصه، يمشي لشي بلاصه يكون فيها غير بوحديتو. الناس ديال برج الحوت غيفهموني. صافي بغيت نمشي لشي بلاصه نسافر ولا هادي، ما عنديش كيفاش ندير، راكم عارفين عندي مسؤوليه. ما مازالكو كنت غير انا وعادي لوسيليا نمشي، ماما ما كتقدرش تمشي لشي بلاصه، ماما كتقول لك لا ما نقدرش نمشي غنعذبكم. قلت لكم مازال ما كتمشاش بوحديتها، ضروري من هذاك الحديده، يعني شنو نقول لكم، ولا رحيلي ثقيل بزاف. حتى هذيك الجمعه والسبت وحد اللي كنبغيو ندوزوهم فشي بلاصه ما يمكنش ليا نخليها ونزيد، وما بغاش تمشي. الوغ وليت فواحد الدوامه كندور فيها، صافي حسيت براسي سورتو البارح والبارح البوله دائما مرات على المحطه، والبارح والبارح حسيت براسي باغا نخاف، باغا نتفورماطا، باغا نمشي. فراسكم ما كرهت شكون كان عندي، حتى انا عائله في العروبيه، نمشي للعروبيه يا سلام كيعجبني نمشي للعروبيه، ونمشي شي بلاصه فيها الباديه. ولكن المشكله ما كنعرف حتى شي حد هكا في العروبيه اللي نمشي كاع نكري من عند الناس. مثلا الا كانت شي دار كتكري في العروبيه ولا هادي نكريها ونمشي ندوز فيها غير الجمعه والسبت والحد، ونجي في حالتي والاثنين. انا ما كرهتش الصراحه، وحق الله العظيم ملي كنحس براسي ما عرفتش ما كنبغيش ندير فيديوهات بالطاقه السلبيه. المهم علينا، بالنسبه للبروتين ديال اليوم راه زوين بزاف. انا بالنسبه ليا كنت كنديرو ما كنصايبش شعري، انتم دابا كتشوفوا شعري الحاله ديالو الطبيعيه ملي كنكون ما مسرحه ما والو، هو متدرج ولكن ماشي
متضرر شفتو، يعني اغلبيه كيجي مع ندير لو بوكلي، غير انا باش ندير بوكلي سورتو دابا فهاد الصهد، بدات الصهد ديال بصح، ندير بوكلي ونخلي نطلق ما عايش شعري، راه ماشي رطب بزاف وماشي حرش بزاف، انا هكا هادي هي طبيعه شعري الاصليه. دابا غادي نسرحو بلي صافي. من بعد ما خرج داك لو جيل سرعت في التان بحال هكا، غادي نصفيها. انا ما بقيتش صفايه بس هادي بلاصتي، غادي نصفيها كامله ونخليها حتى تبرد واحد شويه، ماشي تبرد كاع غير تدفى باش نخلط مع المكونات الاخرى. تزيد تسقط على كل شيء، عاد نزيد على المكونات الاخرين. وهنا بالنسبه للبلسم والماسك، كيف ما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالمايونيز وهذا، ويلا الا ما عندكمش بلسم كتستعملوا شعركم. غندير الماسك معلق ما عامرينش، والبلسم حتى هو ندير معلق ما عامرينش. صافي غادي نخلط كلشي بفرشيطة باش نذوب هاد البنان وهاد المكونات. هي الصراحه طلع ملي كندير هاد البروتين هذا، كلشي كيسولني كيقول لي واش صايبتي شعرك، واش شعرك مصايب، الناس كيحسب لهم راه شعري مصايب زوين، غير انا كنعجز اختي. انا مؤخرا وليت دخلت عرمه المشاكل راسي، وليت ما دياش في راسي، اذا خصني نرجع راسي القديمه اللي كنت دايره في راسها. طونسيون مزوجات الله في راسكم. المهم دابا اختي غنوضو نفكو هاد الشعر هذا باش غادي نديرو البروتين، خليكم معايا. يو جينا هنا باش نابليكيو لو ماسك او لو بروتين. انا راه شعري تبارك الله راه كيطوال، راه شنو نقول لكم، كنت شاركت معكم شحال من الحاجات اللي كندير على حسب طول الشهر، كنقطعو كيعاود يطوال، كنقطعو كيعاود يطوال، سيغتو ان عادي من النوع الدرجه اللي ما تيعجبوش يخليني، ما تيبغيش يخليني نقطع شعري، ولكن بحكم انه دغيا كن ندير له شي ماسك ولا هكايا. المهم تليفوني كان كيصوني، صنع لي واحد السيد نكمل معكم بما انه قلت لكم كنتهلا فيه دغيا كيطوال، فا ما كيقدرش يهضر في نفس الوقت، بعض المرات كاع ما كيحس بيا كاع قطعتو حيت غير كيطوال. فلا قسمتو بحال هكا باش نقدر نابليكي البروتين على خاطر خاطري، وغادي نبدا نقول بسم الله وخلاص. لالا حبي راه تاهي نكته جايه، غادي نابليكي ليا انا، وديك الساعه ندوز لجهه تاهي. عرفتو ما كنحملش هاد الخميرات ملي كنت صغيرة. دابا ولينا كنصبرو على كلشي، ولي وسخت حالتي كاملة، كي ماشي مشكل حيت غير مورا ما ندير ان بتي ماساج بهاد البروتين شعري، غادي ندخل ليش على الدوش انا ولا حبي ندوشو. نتوما عارفين في الصيف شنو، عاوتاني جاي لهاد الشهر هذا، ها لابيسين، ها الكلور ديال لابيسين، ها البحر، ها البوكلة، جا بزاف ديال الامور، الشمس، الشمس في حد ذاتها راه عامل من العوامل اللي كيحرقوا الشعر، اللي كتبقى معرض ليها، كيبقى الانسان معرض للشمس لواحد المده طويله، راه هي في حد ذاتها عامل من العوامل اللي الشمس في حد ذاتها راه عامل من العوامل اللي كيحرقوا الشعر وكيولي تكرط. ملي تكرط البيخ ديال الحنه فاش كانت صغيره. دابا راه كنقرب البانيو اللي انا دايره فيه الوصفه باش زعما ما خمش الدنيا. المهم صافي غادي نمشي مع شعري هكا شويه بشويه، كنطلق من المقبط
شويه بشويه وكنمشي معاه باش تابليكا مزيان، حيت انا شعري قوي ما كيدخلش ليا الماسك لداخل الا جمعت مثلا خصله كبيره، او كندير خصيلات صغيرين بحال هكا باش كنقدر نوصل الماسك لداخل ديال الخصله. فوالا كنحاول نمصي بحال هكا، نكمل شعري كله بحال هكا ونجيب لها النحو بتاعي نوريكم نوتها. حتو الصراحة سخن الحال نتهلاو في شهرنا، يعني ما بقاش عندنا المشكل ديال البرد والدوش وكذا، نتهلاو في شهرنا حيت راكم عارفين عاوتاني في الصيف. ما فيهاش شيت؟ لا جيتي شيت. كاين بوكو شيت شيت؟ لا هادو يا لا شيت 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 شيت. هاي هاي على باك زوزتي الشعر طوال سوالف، شوفو سوالف اختي. مال وشي سيليا وشي سيليا ادي برافو. هذا هو الشكل النهائي ديال شعر لالا حبي، شوفوا كيجي بحال دايره ليه البروشينغ، ولكن راه اصلا هي شعرها رطب، غير هي كان كيجي حتى الاخر هنايا كيوليو فيه دي بوكل صغيور لتحت، مي دابا تسرح. فوالا نتوما شوفوا تسرح، هي اصلا شعرها رطيب، غير كندير ليه شي ماسك بحال هكا ولا شي بروتين ولا شي حاجه بحال هكا كيولي ليس بحال هكا. المهم اختي انا راه صورت لكم الشعر والمشكله، دابا جيت كندير المونتاج باش نحط هاد لا فيديو دابا، دابا راه الجمعه ولقيت ان لا فيديو لا بارتي اللي صورت لكم ديال وريتكم الشعر ديالي البارح تمسحات. نوريكم انا دايره دابا فويطه بحال هكا مدوشه قبيلاتي، حيتاش سميتو حيتاش الصاد اليوم الصاد صاد صاد، البارح اللي درت داك الماسك والبارح اللي غسلتو. ها نتوما شوفوا دابا راه مدوشه ما منشف ما والو، فوالا يعني غسلتو للمره الثانيه ورا ما درت ليه الماسك. شوفوا راه كيكون مسرح، اما انا شعري مضرر شعري ماشي هكاك، شفتوا الحقيقه ديال شعري في لا فيديو. شوف صورت لكم مورا البارح نيشان ساعة ما لقيتش لا فيديو، شفتو كيجي هز بحال مصايب ليه بروشين. فوالا شي راه ما مشطش كيف ما مغسول وصافي. بغيتو نرجع عاوتاني نبدا نحط لكم مواصفات كل مرة، وصفة ديال الشعر وصفة ديال البشرة ولا شي حاجة قولوها ليا في لي كومونتير، حيت كنبغي نحط هكا وصفات، ولكن محتوى هاد الوصفات كاين غير فئة معينة اللي كطلبها، يعني مكيعجبوش كلشي. إذا بغيتو نبدا نحط لكم وصفات بحال هكا ديال الشعر ولا ديال البشرة قولوها ليا في لي كومونتير. سكرا ما تنساونيش من لي لايك، وما تنساوش أنكم تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم. باي.